تاني بتقولي معيش فلوس ها؟ يعني انتي اللي واخده الفلوس دي والفلوس اللي قبلها يا حرامية. أنا حرامية يا ابني الورا. أوه أوه صلح. يا بنت العضانة. يا اتهدوا بقى اتهدوا اتلموا اتلموا يا بنت. عضاني عضاني يا ابني ازاي ماما؟ بس اتهدوا بقى تفتحونا. بقول لك ايه؟ شيل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. هو ده بيت الاستاذ هاني؟ مفيش فلوس. نعم بقول لك مفيش فلوس. لا حضرتك فلوس ايه؟ انا مش عاوز فلوس. انا 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 بس كنت بسال. ايوه يعني انت مين عاوز ايه؟ انا عمر. عمر مين؟ عمر اخو داليا مرات الاستاذ هاني. هو ده بيت الاستاذ هاني ده ولا ده انا جيت غلط باين ولا عليها. بيته طيب هي داليا موجوده؟ موجوده في اوضتها اللي في الاخر دي المقفوله. مقفوله؟ انتوا حابسينها ولا ايه؟ حابسينها ايه يا حبيبي؟ طيب. هي بتحب تقفل على نفسها. طب ممكن ادخل لها؟ يا اخويا اتفضل. شكرا ميرسي. لا استنى هنا. لا في ايه؟ ايه في ايه؟ انا لسه ماسحه الارض. اتفضل اقلع الجزمه دي لا مؤاخذه يعني. مسحه؟ ده موكيت. مسحه تحتيه وكنسه. حاضر لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه. لا مؤاخذه الجزمه حضرتك. ما تخافش حبيبي سيبان. ما خافش اوكي. اتفضل. اوكي. ادخل لها؟ ادخل لها. شكرا شكرا شكرا. هاتي بقى ال 100 جنيه. اه يا دي يا ابني دلوقتي. بس يا واد 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 بس يا واد. قلت لك قومي لمي هدومك وحاجتك وتفضلي تعالي معايا. وانا ما بنفذش كلام حد غير جوزي يا عمر. وجوزي لما رحت له السجن النهارده قال لي ارجعي بيتك. بيتك؟ ده بيتك يا داليا؟ ده بيتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا اخ انت خدتنا في دوكا كده. انا شعرفني ان انت اخوه. نعم نعم الله عليك. انا شعرفني ان انت مش راجل غريب. طلع لها البطاقة يا عمر. نعم يا اختي. معلش يا عمر طلع لها البطاقة احسن ما يقولوا على اختك واحدة بطالة بتجيب الرجالة الغرب لحد باب الأوضة. ده بجد؟ طلع لها البطاقة. اتفضلي. المندوه. ماشي ماشي. تشرب حاجة؟ شربت شربت خلاص. واجبك وصل يا طنط. لو سمحتي خدي البف في ايدك. من غيره ولا نفس ولا عاوز اسمع كلمه واحده. تقومي تلمي كل هدومك وتتفضلي تيجي معايا. واوعي تقولي لي جوزي قال لي. قال لك القل وتعب السر فوق نافوخك. اتفضلي يلا. امشي يا عمر. انا مش هسيب هنا. يا نهار اسود يا نهار اسود. انت يا بنت انت معمول لك غسيل مخ ولا معمول لك ايه؟ ما تفتحي كده وتشوفي انت عايشه فين. ده مش بيت بني ادمين يا ماما. ده بيت زواحف. والسحليه اللي بره دي ممكن تاكلك في اي وقت. ممكن لو سمحت توطي صوتك عشان السحلية دي ممكن تبقى واقفة على الباب بتتصنت علينا؟ كمان وطي صوتك كمان سحلية وبتسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا مش قادر أفهم أنت بتعملي في نفسك كده ليه؟ أنت نسيتي أنت كنت إيه؟ أنت كنت دلوعتنا. ده أنت كنت قمر. بصي لنفسك في المراية بقى شكلك عامل إزاي دلوقتي. وأنا كبيرة يا عمر والكبير بيتحمل نتيجة تصرفاته وأنا عارفة أنا بعمل إيه. بلاش كلام فارغ ولعب عيال. يا بنتي يا بنتي انفدي بجلدك بدل ما رجلك تغرس في المستنقع اللي انت عايشه فيه ده اكتر من كده. انت دلوقتي فرصتك كويسه. الحمد لله انك انت لسه ما خلفتيش. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ بتضحكي على ايه؟ عشان هما برضو بيحمدوا ربنا ان انا ما خلفتش من ابنهم. الناس دي مش طايقيني وبيعاملوني اقذر معامله وبيحاولوا يطفشوني النهارده قبل بكره. بس اللي انتوا كلكم ما تعرفوهوش ان انا وهاني بنحب بعض بجد. وحتى لو كانت ظروفنا اسوأ من كده مش هنسيب بعض. فارتاحوا بقى. ماشي براحتك يا داليا. انتحري بالطريقه اللي انت عاوزاها. وقت ما تحسي كده انك انت عاوزه تصرخي من اللي جواكي ابعد عليكي زي ما طول عمرك بتجيلي. هتلاقيني مستنيكي ومستعد اسمعك. وما تخافيش مش هقول لحد من اخواتك على اللي عرفته عن هاني.
هيفضل زي ما هو في الغردقة. أنا ماشي، يا ترى بقى هلاقي الجزمة ولا هروح حافي؟ عمر أنا آسفة جدا على اللي حصل لك النهارده بسببي. على فكرة داليا، هما مش بيعملوكي وحش علشان عاوزين يطفشوكي وبس، هما بيعملوكي كده علشان شايفينك رخيصة. رخيصة يا بنت المندوب، بيحتقروكي يا داليا. عارفة ليه؟ عشان انتي بالنسبة لهم واحدة باعت أهلها واتجوزت من وراه، فسهل جدا انها تبيع جوزها وفي أي وقت. عن إذنك. افتكروا ان هو حصان بجد وقعد وبوظ الدنيا والله. بجد والله حصلت، والله حصلت. سلمى ايه؟ تحت فين؟ لا طبعا على فكره ما اتفقناش على كده خالص. لا 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 يا سلمى. طب خلاص خلاص انا جاي. ثواني شباب وجاي لكم. ها؟ ايوه. لا بلاش خفه انت وهو يعني، بلاش خفه. العب العب العب. ايوه بلاش أيوة انت والنبي تشطر على العريس يعني. انت مجنونه ولا حاجه؟ قلت لك عايز اسمع الاغنيه وانت قلت لي حاضر. ايوه حبيبتي، الكلام ده لو كانت الاغنيه تبقى في الاستوديو مش في البيت. لازم اكون اول واحد تسمع الاغنيه، ماليش دعوه. ايوه وانا كمان ماليش دعوه على فكره. عايزين اقول لماما ولا منير ايه يعني؟ هو يعني ماما ومنير ما يفتحوش البيت غير للرجاله بس، ما بيطلعوش بنات؟ انت عبيطه يا بنتي، ما بيطلعوش بنات دي. ما حدش في البيت يعرف ان انا وانت مرتبطين، وكمان لو اتجرأت وقلت دلوقتي وحد فيهم عرف ان انت بنت حلمي عنان، هخش بقى في حوارات ليه وازاي ومش هينفع وصلات، وخصوصا من منيره، فمش وقته والنبي. مامتك ممكن تكون بالصدفه شافت صوره حلمي عنان، بس اكيد ما شافتش صوره بنته. بطلت تبقي فقيكه قوي والنبي. ويلا بقى اتكل على الله بعد اذنك. اتصرف يا يوسف. يعني ايه اتصرف يا يوسف؟ صعبة قوي يعني، صعبة قوي. ايوه صعبة قوي يا سيدي. قول لهم اني واحدة من الفرقة. ليه يعني الموضوع مستاهل تمثيل الدرجة دي؟ هخلص الاغنية تبقي اسمعيها. وعشان اشوف اوضتك. صراحة انا بستهبل. يا بنت ايه البجاحة دي؟ يلا بقى يلا 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 يا اختي. تعالي يا ستي. سلمى. ماما زي حضرتك. ودي منيرة اختي اللي قلت لك عنها. ايه ده؟ هو قال لك عني؟ طبعا. تعالي يلا الشباب جوه كله. سلمى يا شباب ثواني وجاي. موني اعمل لنا بسرعه اي حاجه نشربها على ذوقك. الاول مين الاخت اللي دخلت دي؟ مين دي؟ ما انا قلت لك دي سلمى جايه تحضر معانا البروف عشان هتصور لنا الاغنيه اللي جايه. كده عادي؟ عايزه افهم، يا سلمى دي ملهاش اب وام؟ ملهاش اهل يسالوا عليها؟ ايه يا موني؟ ايه اللي ملهاش اب وام؟ عيب اللي بتقوليه دوت. وعلى فكره بقى هي ما قدرتش تطلع هنا غير لما عرفت ان انتوا الاثنين موجودين. لا يا راجل. والله. يلا بقى اعملي حاجه على ذوقك. قول لها حاجه يا ماما. ماما عادي كده؟ ماما تدخل اوضته كده عادي وانت ساكته له كده عادي؟ في ايه؟ اعملي لهم اي مشروب على ذوقك، وبعدين اقعدي معاهم عشان قلبك يطمن. ما انا هقعد معاهم ماما. يعني اعمل لهم مشروب على ذوقي؟ طب وديني اللي اعمل لهم عصير الجرجير اللي بتضغطي عليا كل يوم اشربه. الظاهر ان انا الوحيدة اللي بتهزر في البيت ده وبيتزعقلي. ماشي يا ماما.
اه يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي عيني يا للي يا سيدي يا للي يا ماما يا للي انت فين دلوقتي يا سلمى؟ انا في المجال. انت في شقه ميدان الاسماعيليه مش في المجال يا سلمى. ايه ده، انا متراقبه بقى. نص ساعه وتبقي قدامي في البيت. بابي شبكوني يا لالي يا سيدي يا لالي يا بابا يا لالي. التالي